وقال فهمي إن الجزيرة كانت تقوم بتغطيات مفبركة لتظاهرات غير موجودة على أرض الواقع في مصر عبر معدات تصوير كان يتم تهريبها عبر أنفاق من قطاع غزة. كنت في خارج مصر عندما اتصل في عبد الفتاح فايد وهو رئيس الجزيرة وأنه قال أن هناك الكثير من الناس يقومون بالمظاهرات، والحقيقة هذا لم يكن موجود صحيح على الأرض الواقع.